الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز تحديد صفحة وصفحتين من المصحف وإرسالها في جروب مجموعة في الواتساب لتشجيع زملائه على القراءة؟ يقول: مع العلم أن الأشخاص الذين معنا لا يقرؤون القرآن بشكل يومي، وأحاول أن أشجعهم بهذه الطريقة. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنت إنما قصدت هذا المقصود الحسن الطيب في التعاون من التعاون مع إخوانك على البر والتقوى من قراءة القرآن وتدبره واستذكاره، وإعانة إخوانك على ختم كتاب الله عز وجل وتذكيرهم بوردهم يوميا وردهم اليومي، فهذا مقصود حسن جدا وجزاك الله خيرا، وهذا داخل تحت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر على الإثم والعدوان. فأنت تتعاون أنت وإخوانك في هذه المجموعات على البر والتقوى. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فأسأل الله أن يرحمك أنت وإخوانك ممن معك في هذه المجموعة، فلا بأس بإرسال هذه المقاطع، ولا بأس بإعانة إخوانك على ختم كتاب الله، سواء أكان وجها أو وجهين أو صفحة أو صفحتين أو ما تيسر من كتاب الله. المهم لا تطوى صحيفة الإنسان إلا وقد قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وتدبره وتعقل معانيه وتعرف على مراد الله عز وجل في كلامه، فهذا أمر حسن ومقصود حسن. وبما أن المقصود حسن، فإن الوسيلة التي توصل إلى هذا المقصود تعتبر مشروعة، فتصوير أوراق المصحف وإرسالها في هذه المجموعات وسيلة مشروعة، لأنها توصل إلى مقصود حسن، والوسائل لها أحكام المقاصد، والله أعلم.